ذلك حسرة في قلوبهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت فتوكل على الله والله بصير بما يعملون قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم كل نفس ذائقة الموت إنك لا تخلف الميعاد أولئك لهم أجرهم عند ربهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الله كان عليكم رقيبا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا